أنا التحقت بالعمل في هيئة قناة السويس سنة 1989، وعملت في وظيفة أبطان قطرة على وحدات كانت أصغر من القاطرة بركة واحد. وبعد فترة من الخبرة من العمل تم تعيين وإلحاق للعمل على قاطرة بركة واحد بصفتها أكبر قاطرة إنقاذ كانت موجودة في الشرق الأوسط، والسيستر بتاعتها عزة عادل. القطرات دي قطرات سلفش بتشارك في عمليات القطر والإنقاذ والتعويم من الشحط وعمليات مكافحة التلوث، بالإضافة أنها ممكن تنقل مهمات على الدك بتاعها سطح القطرة، يعني توصله لأي وحدة تانية. بتطلع مأموريات خارجية، بتشارك في عمليات ان احنا ممكن نقطر وحدات زي كوبري مثلا الشهيد احمد منسي. بخصوص قوة شد القاطرة بركة واحد 160 طن شد، دي من القاطرات القوية جدا. بالنسبة للمصاعب والظروف اللي قابلتنا في تعويم السفينة الحاويات الايفر، السفينة دي كانت شحطة في القطاع الجنوبي، والقطاع دوت صعب جدا التعامل فيه، مش اي حد يقدر يتعامل فيه، لان هناك الطيارات البحرية فيه بتوصل لست عقدة. كانت الاصعب عشان المركب كانت شحطة من المقدم بتاعها بحوالي 30 متر داخلة في الرمال بعمق 3 متر، وعمق السفينة الفعلي كان متجاوز ال 15 متر، حوالي 15 متر ونص او 16 متر. فكان لازم عشان تعوم السفينة يتم التكريك تحتها. هو الأول تمت عملية شد للمركب ما أمكنش خروجها، فاستعانوا بكراكات إنها تيجي تعمل عملية تجريف من تحت بدن السفينة، فوصلوا بأعماق مختلفة، وكنا بنعمل محاولات مع كل عمق. كانت المخاطر بتاعة الصعوبة في عملية التعويم دي إن ممكن السفينة تنجرف وتنزل على الكراكة، أو لندة الكراكة اللي هي بتحفر تحت السفينة إنها تخبط في قلب السفينة، فيحصل فتح للسفينة أو يحصل انهيار. لكن الحمد لله في مهارة من الناس اللي كانوا شغالين في عملية التكريك، في متابعة جيدة من الإدارة، وفي مخطط للعمل كانوا قاعدين فوق على السفينة، كان مدير الإدارة متواجد. الصعوبات اللي كانت بتقابلنا عملية الطيار والمد العالي والمد الواطي، كانت كل ساعات ست ساعات الطيارات دي بتتغير. المد العالي بيوصل ارتفاعه لاتنين متر، بعد ست ساعات يغير وينزل، المية نازلة على قطاع السويس، المية طالعة على بورسعيد. فكانت هي دي المعوقات اللي ممكن تقابلنا أثناء عملية التعويم، فإحنا كنا بنحسن اختيار الوقت اللي نقدر نتعامل فيه مع السفينة. وبرضه زي ما بقول لحضرتك، آخر يوم أو ليلة التعويم لما الفريق ادى تعليمات إن الكراكة تشتغل أطول فترة ممكنة وتعمق، خلاص يعني إحنا هنعوم إن شاء الله. قبلها بليلة عومنا تعويم جزئي للسفينة، عامل مؤخر بتاعها، ولكن المقدم كان لسه قاعد برضه ما خرجش. ففي اليوم اللي بعديه او بعديه بساعات، لان احنا عومناها حوالي الفجريه كدوت المؤخر بتاع السفينه، وبعديها تاني يوم قضيناه كله في عمليه التكريك، والساعه 3 العصر ربنا اراد انها تخرج السفينه من المقدم بتاعها، وتمت العمليه بنجاح، زيرو خسائر زي ما بيقولوا. بالنسبه للمشاركه او طبيعه العمل على الوحده، انا بشتغل 8 ايام عمل متواصل، ومعايا زملاء موجودين على الوحده، بالإضافة أني بريح 8 أيام. الفترة اللي أنا رحت استلمت فيها الشيفت بتاعي كان مر على السفينة حوالي 4 أيام في عملية الشحط، فشاركت من يوم 28 ابتديت العمل على الوحدة، وكملت المسيرة بتاعت زمايلي اللي كانوا شغالين على الوحدة. 28 حصل عملية التعويم فجرا اللي هو التعويم الجزئي، ويوم 29 حصل التعويم الكلي اللي احنا خرجنا فيه مقدم السفينة الساعة 3 العصر. عندي طعم الوحدة متكون من 20 فرد، في 3 أباطين، وفي مهندس، وفي مجموعة من البحرية، وفي مجموعة من الفنيين، وطباخ بيبقى موجود على الوحدة. ده الطعم الطبيعي للوحدة البحرية عندي مسجل، حوالي 20 فرد. ساعات العمل بتبقى مختلفة، يعني في أوقات لازم تتواجد فيه 5-6 ساعات على المناورة حسب ما يطلب منك من عمل، وفي أوقات احنا كنا بنريح فيها أثناء ما كنا بندي فيها وقت للكراكة نتوم بعملية التكريك. وقت الراحة ده احنا كنا بنريح فيه. كان في جنود مجهولين مثلا، في أعطال بتقابلنا في الوحدة ما كانش حد بيحس بيها، بيجينا فنيين وبيجينا ناس يجي يشتغلوا في الوحدة ومن غير ما حد يحس بينا خالص، بنصلح أي عطل بيحصل أول بأول، أي طلبات كان سيادة الفريق بيوفرنا، بتجينا على طول أي خدمات عايزينها من السويس عايزينها من إسماعيلية. برضو اللمسة الجميلة كان في وجبات بتصرف لجميع العاملين الموجودين ومشاركين في العمل، لأن في ناس كانت قاعدة 24 ساعة صاحية بتشتغل في عمل لازم تنجزه عشان يشارك في عملية القطر ديت أو عملية التعويم. فكل ده مجهود مبذول من الناس كلها، والحمد لله ما فيش أي خسائر، وطلعنا السفينة بأمان،
واستأنفت سيرها معانا وفضلنا مصاحبينها ووديناها منطقة البحيرات في الشرق ورمت مخطوف تقريبا حوالي الساعة 7 مساء، وبالتالي استأنفت حركة الملاحة بمجرد دخولها منطقة البحيرات. كان في مجموعة كبيرة من السفن واقفة هناك في الانتظار. مع دخول السفينة محطة كبريت كان رقم واحد بيعدي في التفريعة الغربية من الناحية التانية بياخد طايم مع نفس طايم دخول السفينة الإيفر التفريعة الشرقية لكبريت. وحركة الملاحة الحمد لله بقت منتظمة، وشفنا النهاردة قوافل كتيرة كانت داخلة وبتعدي. أولا بركة واحد وعزة عزم كانوا بيشتغلوا في مقدم السفينة. بقية الوحدات التانية كانت في وحدات موجودة على المؤخر جانب أيمن، وفي وحدات بتقوم بعملية شد من الخلف برضو بأسلاك تانية، وفي وحدات موجودة في الجانب الأيسر للسفينة. كل واحد ليه دور بتاعه. المركب لما تعوم لازم في وحدات تمسكها لان ما بيبقاش في سيطره عليها، بالاضافه ان الربان على السفينه او مرشد الهيئه ما بيقدرش يشغل الماكينات غير لما يخلي جميع الوحدات اللي هي حوالين السفينه اللي كانت بتشارك في عمليه التعويم عشان ما حدش يتاذى. فالمرشد بعد ما السفينه عامت اخلى جميع الوحدات الا بركه وعزت عادل، هم اللي كانوا مستمرين معاه في مقدم السفينه، لان كان لينا اسلاك موجوده على الوحده، اسلاك قطر يعني. الاسلاك دي عشان احلها بتاخد لها حوالي نص ساعه، فكان لازم نحل قطرة قطرة، والاتنين كانوا جنب بعض في المقدم، فكانت العملية فيها ريسك شوية. لازم واحدة تطول السلك بتاعها وتبعد، وواحدة بتأثر اللي هتاخد السلك بتاعها من على المركب. والحمد لله تمت العملية بنجاح، فصلنا الأول عزة عادل وأنا استمريت ماشي مع السفينة. وجت في وقت معين لازم المرشد يرفع سرعة لأن الريح كان متمكن منها، وهي أثناء عبورها الكراكة مشهور، فطلب إنه يرفع سرعة. فاحنا حرصا وسلامة على طاقم السفينة انا طلبت من المرشد، والكلام هتلاقيه مسجل، ان ما يزودش سرعة عالية شوية، لان احنا بنعمل عملية حل الاسلاك القطر. طاقم القطرة طاقم المركب بيبتدي يحل، وبيبقى احنا خايفين عليه ان هو حد يتأذى، السلك يشد مرة واحدة، حد يتعور، يجرى له اي حاجة. ده كل اللي احنا عملناه مع السفينة. الفرحة بقى والسرور اثناء ما السفينة كانت نازلة ما تتخيليش حضرتك، كان قلب الواحد ده كان بيفرح، لان مش حاجة خاصة بيا لا ولا خاصة بحضرتك، ده خاصة بالوطن كله، بالبلد كلها. فرحة كانت شديدة، الكل كان بيستخدم السراين بتاعته ويضرب سراين ويزمر، كانت حاجة اكن انجاز تاريخي فعلا زي ما بيقولوا رئيس الجمهورية. انا نفسي ان قناة السويس تاخد جائزة نوبل، لانها مرفق عالمي واقتصادي بيأثر على شريان الحياة كلها في العالم كله، مش على قد الهيئة بس ولا على قد مصر بس، ده العالم كله كان متأثر اثناء تراك السفينة دي. بالنسبة للافراد العاملين على السفينة اثناء عمليات التوصيل وعمليات القطر وعمليات الشد، في معايير للسلامة لازم نتبعها. اولا السفينة واقفة متحركة لانها كانت شحطة، فبيتم عملية التوصيل ان الوحدة سواء مثلا هتكلم على بركة واحد بتقرب من مقدم السفينة، بتبتدي السفينة تنزل لحبل. الحبل دوت انا بعلق فيه سلك القطر بغواصة بقفل، وبعدين بالاوناش على السفينة فوق، لان انا بتعامل باسلاك كبيرة جدا، مش اسلاك صغيرة ان ممكن حد يسحبها بايده، لا. سلك القطر الرئيسي عندي 74 ملي، والفردة البرايدل اللي بتطلع بيشتغل بيها المركب فوق عملية التعويم حوالي 70 ملي. المركب بعد ما بيوصل لي الحبل وانا اوصل له فيه سلك القطر، بيبتدي يسحبها باوناش السفينة تطلع فوق. كل ده ما فيهوش اي مخاطر. ليه؟ انا مش متحرك، السفينه مش متحركه، ما فيش اي مخاطر بيتعرض لها الطعم. المخاطر بيتعرض لها الطعم اثناء التحرك، انه ما يقدرش يقرب للسلك وانا محرب عليه شده وانا بشد السفينه. ممنوع تواجد اي فرد سواء من عندي او من عند السفينه مع سلك محرب او مع حبل محرب، لان لو حصل له انقطاع ممكن يتاذى اي حد حواليه او في القطاع بتاعه. ما بتصدر اوامر بعمليات الفصل بيبقى فيها بقى حرص زيادة شوية أكتر. أنا بقرب على السفينة بس السفينة ما زالت متحركة، بتعامل معاه برخيله سلك القطر خالص، بحيث أن أنا أديله فرصة أن يسحب عنده جزء فوق ويقدر يعمل عملية فصل للسلك اللي أنا موصله له، برضو بمنتهى الحرفية. يعني عينك على المركب، عينك على الطاق، عينك على السلك، عينك على الافراد اللي عندك اللي انا بخرجهم بره اثناء ما بينزل لي السلك بتاعي، بينزلوا لي بحبل، فالحبل ده بيجي عندي او الشميه دي على الدك بتاع القطره سطح القطره،
وافراد الطاقم عندي بيعملوا عمليه فصل للقفل بتاع التوصيل عشان ادي السفينه الشميه بتاعتها، وانا باخد العده بتاعتي وابتدي اتحرك. فانت بتتعرضي لمخاطر كتير، بتحافظي على اتجاه الوحده اللي انت ماشيه بيه، بتحافظي على سلامه الافراد الموجودين عندك على الوحده، بتحافظي على السلك او المعده اللي انت بتاخديها بتاعتك اللي شغاله بيها، وبتحافظي على سلامه الوحده نفسها الاجنبيه بالافراد العاملين عليها. بالنسبه لاي حادث من اللي بيحصل في الهيئه بتشكل غرفة عمليات، مش العملية ان احنا نطلع وحدات وتشد وخلاص، لا. طيب الاول بتأكد من سلامة بدن السفينة اللي شحط في الارض، ببعت غطاسين وفريق انقاذ بيعمل عملية مسح لقاع السفينة، اشوف في اي تسريب اي فتح اي حاجة، باخد كمان رأي القبطان جوه بيكشف على العنابر بتاعته، بيديني تمام ان مفيش اي تسريب دخل، لان في منطقة بتبقى مغمورة في المية في الطمي او في الطينة او في الرملة او في اي حاجة، دي الغطاس ما بيقدرش يشوفها، اللي يحس بيها قبطان السفينة من الداخل لو حصل له اي تسريب ومية دخلت عنده. قبطان السفينة اداني اوكي ان ما عندوش اي تسريب، الغطاسين قالوا لي اوكي مفيش اي تسريب، بيعمل لي عملية مسح ويعرض لي السفينة قاعدة من انهي نقطة لانهي نقطة عشان نبتدي نتعامل معها، شحطة بعمق قد ايه في الارض. بنبتدي نكلف الوحدات اللي هتعمل عملية التعويم مع فريق معاون، في فريق مخصص لعمليات ديت بيطلع على السفينة، اباطين مؤهلة مدربة مع انتقاء للقطرات المؤهلة والمدربة، وبتدي تتعامل هشد من انهي حتة، هشد من النقطة دي ولا من النقطة ديت، لا بيبقى خلاص اتعمل بلان وخطة للسفينة انهي انسب نقطة ان انا اسحب منها او اشد منها اللي تخرج للسفينة امنة. بعد ما بتخرج السفينة بيتم السيطرة عليها. طيب افرض السفينة خرجت والماكينات بتاعتها ما زالت عاطلة، لان السفينة دي كانت معطلة للقناة وانا طلعتها من منطقة الشحط بس ما زال ما عندهاش مكان، بيتم قطر السفينة لاقرب منطقة انتظار بحيث انها ما تعوقش عملية الملاحة بمساعدة القطرات المشاركة في عملية القطر، وبتاخدها لمنطقة امنة وبتنتظر هناك فيها بتلقي المخطف الى ان يتم الاصلاح، سواء بقى منتظرة قطع غيار الوكيل بيوفر لها قطع غيار او طقم السفينة هو قدر يحل المشكلة ويعالجها، وبعدين بيتعمل لها معاينة انها جاهزة تاني للابحار والمكان سليم، وبتبتدي تطلع تغادر المنطقة اللي هي فيها وتسافر بامان، ولا هي ممكن تطلع معها قطرة او قطرتين مصاحبة تحسبا ان ممكن يحصل لها عطل تاني في القناة اثناء الرحلة بتاعتها. البركة وتقريبا اربع وحدات تانيين كانوا اصغر من البركة صاحبنا السفينة لغاية منطقة الامان بتاعتها اللي هي منطقة البحيرات المرة الكبرى، ومخطفت في الشرق هناك بامان، والملاحة جميلة جدا في قناة السويس، والدليل على كده كان في سفن اكبر منها كانت منتظرة في منطقة البحيرات وعدت بامان مفيش مشكلة خالص. بركة رجعت اسماعيلية بعد ما اطمنت ان السفينة الساعة 19:05 تم القاء مختفى، وبقت واقفة في حالة سكون تام في منطقة امنة، وقعد معها بعض الوحدات اللي اصغر من البركة كتأمين ليها. برضو عايز اقول لحضرتك النهاردة من اسعد الايام في حياتي 30/3 يوم التلات، بنتي الكبيرة النهاردة وضعت تلة وبقيت جد النهاردة، وكنت قلقان اثناء عملية التعويم ان انا ما حضرش الولادة بتاعتها، فكنت بدعي من قلبي وكل افراد الاسرة ان يتم تعويم السفينة بالامس عشان اقدر احضر الولادة بتاعتها. فالفرحة فرحتين، فرحان يوم 29 بتعويم السفينة، ويوم 30 لوضع بنتي اول حفيدة ليا تلا، فربنا قومها بالسلامة والحمد لله، وحاجة يعني اسعدت الاسرة كلها.